بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، أبناء طلاب الصف الثاني المتوسط، أهلا ومرحبا بكم ومع تفسير آيات سورة الجمعة من الآية الخامسة إلى الآية الثامنة. نستمع الآن أولا إلى الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. كثيرا ما يضرب الله سبحانه وتعالى أمثال لعباده ليقرب لهم المعنى المعقول بأمر مشاهد محسوس، وذلك من أجل أن يرسخ المعنى ويثبت في النفوس. ومن ذلك هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. شبه الله تعالى الذين لم يعملوا بكتبهم بالحمار الذي يحمل كتبا لا يدري ما فيها. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، يعني بمعنى قبح مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله تعالى ولم ينتفعوا بها. والله سبحانه وتعالى لا يوفق لطاعته الذين لا يرغبون في ذلك، لا يوفق الذين يتجاوزون حدوده ويخرجون عن طاعته. يبقى كلمة أسفار أبطال تعني كتبا، هذا بمعنى يتدينوا باليهودية. يبقى الموضوع العام لهذه الآيات التحذير من مشابهة اليهود في ترك العمل بالعلم وادعائهم أنهم أولياء لله سبحانه وتعالى. المستفاد من هذه الآية أن هؤلاء لم يكونوا يعملون بما في كتبهم المنزلة عليهم، ومنه الإخبار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فاستحقوا غضب الله تعالى عليهم. فكر، شبه الله تعالى الذين لم يعملوا بالكتاب المنزل عليهم بالحمار، لماذا شبههم بذلك؟ يا أبطال أحسنتم، لأنهم لم يعملوا بما في التوراة المنزل عليهم. ما العبرة من ذلك؟ أحسنتم، العبرة وجوب العمل بالعلم وترك العمل بإيه؟ بالعلم من صفات اليهود. الآية الثانية: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس. زعمتم بأن أدعيتم كذبا في ادعائكم هذا وحبكم لله والرسول، وهذا كله طبعا إيه؟ ادعاء منكم. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، بمعنى هؤلاء لا يتمنون الموت أبدا بسبب ما قدموا من الكفر والظلم والطغيان وكفر بالله سبحانه وتعالى. أيضا والله عليم بالظالمين، بمعنى الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من ظلمهم إطلاقا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، بمعنى قل إن الموت الذي تهربون منه لا مفر منه على الإطلاق، فإنه آت إليكم لا محالة، ثم تردون بعد ذلك يوم القيامة إلى عالم الغيب، وهو الذي يعلم الغائب ويعلم كل غائب وكل حاضر مشاهد، وأنا ذاك فينبئكم بما كنتم تعملون. من هذه الآيات يا أبطال نستفيد: أولا كذب هؤلاء في دعواهم بأنهم أحباب الله، كذبوا بالفعل بأنهم قالوا نحن أحباب الله، وأن الله تعالى لن يعذبهم، وذلك بتحديهم أن يطلبوا الموت إن كنتم صادقين أو إن كانوا صادقين. أما الله سبحانه وتعالى بين أن اليهود لا يتمنون الموت بالفعل لأنهم بأنهم كاذبون في دعواهم وأنهم ظالمون. أيضا يا أبطال الموت نهاية كل مخلوق حي، ولابد أن يكون بعده البعث والجزاء والحساب.
ننتقل الآن إلى التقويم. السؤال الأول: شبه الله تعالى الذين لم يعملوا بكتبهم بالحمار يحمل أسفارا، لماذا؟ علل يا بطل. أحسنت، لعدم عملهم بما في التوراة المنزل عليهم. لعدم عملهم بما في التوراة المنزلة عليهم. بالفعل في التوراة موجودة إيه؟ ومبشرين برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهم لم يعملوا بهذا العلم. السؤال الثاني: استنبط فائدتين من قوله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه يلاقيكم. الفائدة الأولى: الموت نهاية كل حي. أيضا يجب العمل الحساب بعد الموت. يبقى الفائدة الأولى يا أبطال أن الموت نهاية كل حي. أن الموت نهاية كل حي. أيضا يجب العمل للحساب بعد الموت. السؤال الثالث: بين معاني الكلمات الآتية: بئس مثل القوم. قلنا أن بئس عكسها نعمة، ومعناها قبح. مثل القوم: زعمتم، زعمتم بمعنى ادعيتم، ثم تردون. ما المقصود بتردون؟ أحسنتم، تردون إلى عالم الغيب، معنى ترجعون إلى الله سبحانه وتعالى. هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك.